من قرية المريحان الواقعة خلف الجدار اللي بتقع حدودها بين 48 ما بسموه 48 و67. احنا بمنطقة المريحان كنا نعاني من ما وعينا انه ممنوع تبني، ممنوع تتطور، ممنوع تتقدم. الحمد لله بجهود اهل البلد وصمودهم وصلنا لمرحلة حصلنا على خارطة هيكلية وبلشنا نبني وزي ما لازم وحسب الشروط والمعايير. انا بالصدفه وقعت ارضي نصها في التنظيم، نصها داخل حدود الخارطه الهيكليه ونصها خارج الحدود، فبنيت البيت، بلشت اسس واشتغلنا، ما حدا عارضنا ولا حدا سالنا لا شو بتعمل وشو بتساوي. صبيت المصطبي وانا من ناحيه مادي معيش اكمل وقفت. فبتفاجئ بعد 3 سنين بينزل ابني بيتصل فيه بيقول لي يا بابا في ورقه محطوطه على البناية. نزلت شفت الورقة واللي هي وقف بناء لحتى تستوفي الشروط اللازمة، وتواصلت مع المحامي مع هيئة الجدار والحمد لله وقفنا أمر الهدم. وأنا طبعا بستنى بقرار واقف، ما تقدمت ولا حطيت ولا أي إشي على البيت. بالصيف هذا أنا ساكن في بيت ذاك، فيش عندي ساحات، فيش عندي محل اللي وين ولادي يلعبوا، فقلت بدي أجيب أحط كمان لعبة للأولاد اللي يلعبوا ويتسلوا. من ضمنهم عملت هاي العريشة أو الخيمة مشان الفي. بتفاجأ بعد ما حطيتها بأسبوع ولا هو جاي لي أمر إزالي وطلب محكمي وكاتب لي عليها إن هاي لول جاج. طبعا أنا عندي 4 5 دجاجات يعني هواية حاططهن مشان الأولاد يلعبوا فيهن وهيك. فبتفاجأ بهذا القرار ومش عارف القرار التعسفي هذا انه خيمه، يعني بتوقع لو احطها في ارض احراش ما بيسالوش، اما ليش اعمل هيك مش عارف. ان هي محل الاولاد يلعبوا فيه تحتها، حاطط طاوله، حاطط برشه سباحه صغيره اللي بتنتفخ يعني هاي متر على متر، وحاطط لهم مرجحيه وهيك شغلات صغيره بس عاملها للفي مشان الاولاد. احنا في عنا بنعاني من هاي المضايقات مش من اليوم، انا عمري 45 سنه من مواعيد، واحنا امي ضايقونا، لا بدهم يعطونا كهرباء ولا بدهم يعطونا مي ولا بدهم يعطونا شوارع ولا اصلا طايقين وجودنا في هاي البلد. من قبل التنظيم، من قبل المستوطنين، من قبل شو عايشين احنا، مضايقات في البناء، مضايقات في الكهرباء، حتى للكهرباء لهسه مش راضيين يزيدوا لنا الامبيرات اللي تقدر تكفي حاجه السكان. لسه احنا بنعاني يعني في الحر الشديد بتنزل عندنا الكهرباء، بتنقطع عندنا الكهرباء، والمي نفس الشيء بالحر الشديد. في عندنا هون مزارع دجاج وبلد زراعيه احنا، فالمي ما بتكفي، الفتحه اللي عم يعطينا اياها الاسرائيليين ما بتكفي احتياجات الناس.